أم البلاد. أنا من ريعنا وطحطاوي قصدي تقشر من أحسنت إلي، مش باقي مني غير شوية ضيف عنيا، ما هو انت في قلبي ساكنة القلب عارفة بصيتي وحالي. انا هديه ملك وامشي بصبر في الملكوت، يمكن في نورهم تلمحي خطوه تفرق معاك بين الحياه والموت. كريم عبد الرحمن محمد، 28 سنه. ان هي بالنسبه لي منافسه، واكيد كل واحد فينا بيحب المنافسه في شيء هو متقنه يعني او بيعرف يأديه اكيد طبعا. ومش اول حاجه اشارك فيها تبقى تحت رعايه سياده الرئيس يعني. شاركت في حفلات رئاسيه كتير قدام الرئيس شخصيا يعني، وشاركت في مسابقات تبع الجامعات ايام الجامعه وهكذا، مسابقات ابداع او اسبوع شباب الجامعات وهكذا، دي كلها برضو كانت تحت رعايه سياده الرئيس برضو. اكيد طبعا دي بالنسبه للمجالات المختلفه، كمسابقه زي دي في اكتر من مجال مختلف، وكمان بيحاولوا يزودوا أنشطة أكتر كل موسم، بحيث إن المجالات يعني في مجالات أكتر تشارك، مواهب أكتر تشارك هكذا. وعلى مستوى مصر موهبتي هي الغنى بشكل عام، وفي المسابقة هي مجال مولي الشعبي. بالنسبة للدعاية الإعلامية اللي بتعملها أخبار اليوم، يعني هي أنا عرفت عن طريقها أصلا المسابقة عن طريق الأخبار اليوم، فقدمت دخلت على موقع الوزارة وقدمت ومليت بياناتي وهكذا. احكي حكايه وارويها واغنيها في عشق بلاد، اول كلام سهاج بلدي ارضي وعرضي يا زرع الحنان. انا من ريعنا وطحطاوي جاي وناوي اقول موال، وابعد سلام لأهلي وناسي الكل صعيدي في مكان. مصطفى الريان، 30 سنة. طبعا حاجة كويسة ان الدولة تدعم حاجة زي كده. طبعا مبسوط ان الرئيس مهتم بالشباب والفن بشكل عام، وبالذات مجال الموال الشعبي اللي احنا داخلين فيه. عرفت من عن طريق اخبار اليوم الجرائد، برضو قريت في الجرائد وبرضو شفتها على الانترنت وقدمت من خلالها، والحمد لله اتقبل. ان شاء الله ربنا يوفقنا ونقدر نقدم شكل الموال الشعبي والصعيدي بشكل خاص لي انا بشكل جديد، بحيث الناس تقدر تسمعه. ام البلاد موطني والشرق داب بلدي، ام البلاد. انا مهما اشوف العجب واطوف بلادي يا من اجمل جمال انظره هو جمال بلدي. اسمي احمد حسن سعد علي، من محافظة القاهرة، سني 25 سنة، مشارك في مجال الموال الشعبي من النادي المصري القاهري بمحافظة القاهرة. أكيد طبعا يعني الدولة في الأونة الأخيرة بقى بتهتم بالمسابقات وبتهتم بدعم الشباب، دي حاجة تفرحنا طبعا. احنا بنلاقي نفسنا، رجعنا نلاقي نفسنا تاني، وفي مسابقات بنستناها من السنة للسنة ان احنا نشارك فيها، ومسابقات مهمة جدا، يعني رافع كتير جدا من معنويات الشباب، وبتخلينا نذاكر وبنسمع علشان السنة اللي بعدها ندخل نحقق ونجتهد أكتر، ونحقق يعني ونحقق اللي احنا راغبينه من المسابقة. من خلال بوابة أخبار اليوم
يعني اللينك شفته وقدمت في خلال المجال اللي انا حابب اقدمه اللي هو المؤهل الشعبي. حاجه كويسه ان اخبار اليوم حاجه كبيره زي اخبار اليوم مهتمه بينا بامر الله. اعمل حاجه كويسه لكن المكسب ده بيد ربنا يعني ما النتيجه بيد ربنا لكن بامر الله اعمل اللي عليا طبعا. حبيبتي شرطه ميله فراغ وهكتب لي حروف اسمك ما هنت في قلبي سكن القلب عارفه بصيتي وحالي ومين غيرك في قلبك اكتب له مرسالي مانيش عارف جوابي ده جواب الكام ما عدتش بحسب الصفحات ما عدتش بحسب الاقلام ما عدتش بحسب اللي ضاع من الاوهام كفايه اني بحبك بس وقلبك لو بقلبي حس او شاف حاله في بعادك لصلى الرب واستغفر لذنبه وصام. انا اسمي حسن يوسف عندي 28 سنه من محافظه دمياط. انا خريج تجاره محاسب بشغل في المينا. والله انا شغال مسرح اصلا ممثل في المسرح تبع قصر الثقافه عندنا. الحوار جه لما المخرج بتاعي بعت لي رقم حد ان انا اتواصل معاه علشان المسابقه ومن هنا كانت الفرصة يعني. إن أنت أكرمت لئيمة تمردا وربيت الخسيس حتى تجبرت وعشرت الندل وأنت لا تعرفه بأنه سيأتي يوم يبيعك في مقدمة خلي بالك من العمال تعلفي قصدي اتقي شر من احسنت اليه خلي بالك خلي بالك من العمال تعلي فيه قصدي اتقي شر من احسنت اليه. خالد الشعراوي من شمال سيناء العريش. الرساله اللي احنا او اللي انا جاي اوصلها ان احنا بنحارب الارهاب بالفن من خلال الغنى من خلال إقامة الحفلات من خلال عمل أنشطة فنية في جميع المحافظة كلها عشان نقول إن سينا فيها كنوز وفيها فن وفيها مواهب. متابع جروب صفحة وزارة الشباب والرياضة إبداع واشتركت في إبداع واحد بفرقة كورال وفرقة موسيقى.